سيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، معالي الوزراء، الزميلات والزملاء النواب، أسرة الإعلام، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما أشاطر زميلاتي وزملائي النواب بتقديم التعازي والصبر والسلوى لعائلات الضحايا صباح هذا اليوم للعمل الإجرامي الإرهابي الغير رجولي والذي لا يغفر له. أما بعد، إن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي هو العنصر الأساسي ومقياس التطور لأي دولة تريد أن تكون مستقلة اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا، لكن وللأسف هذا العنصر لا يزال في الطابق الأرضي في بلادنا. ففعلا من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد. والجزائر تحاول الاجتهاد لإعطاء البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أهمية، لكنها لم توفق بعد، وهذا يعود للأسباب التالية: عدم تسخير كل الكفاءات العلمية الاختصاصية في التنمية الوطنية، البحث العلمي لم يحظى بأولوية استراتيجية، عدم إعطاء التغطية المالية الكافية لتمويل مراكز البحث العلمي، عدم توفير شروط الاستقرار للباحثين الجزائريين، انعدام المتابعة لنشاطات البحث في المخابر العلمية، سادسا انعدام الامتيازات والعلاوات بالإضافة إلى انخفاض أجور الباحثين وانعدام التحفيز المعنوي. سيد الرئيس، كيف نفسر التطور السريع للدول التي تنعدم فيها الموارد الطبيعية؟ فبكل بساطة لأنها راهنت على مراكز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث جعلت من مركز بحث إلى مراكز أبحاث إلى مدن تكنولوجية مختصة في البحث والتطوير التكنولوجي. كيف نفسر توفر الخضر والفواكه في الدول الغربية على مدار السنة؟ فهذا يرجع إلى البحث في مجال الجينات والوراثة النباتية. كيف نفسر منتوج التمور دقلة نور التي هي من أحسن التمور في العالم، التي تزخر بها بلادنا والتي نراها جيدة في عام وسيء في عام آخر؟ فإعطاء القدر الكافي للبحث في المخابر العلمية لنصل إلى جودة دائمة وكمية هائلة التي تؤدي إلى الزيادة في الإنتاج. فالدول الغربية اكتشفوا أنه يمكن استخلاص واشتقاق منتوجات مهمة من التمور مثل الغراء لاكول، والتي تكون غير ضارة بالصحة، فهذا بفضل اجتهاد الباحثين في مراكز البحث والتطوير التكنولوجي. كيف نفسر النقص الفادح في منتوج البطاطا التي عانى منها الشعب الجزائري، والتي تعتبر المنتوج الأساسي في حياة الفرد في بلادنا؟ فطرح المشكل وإيجاد السبب يعطي حافز قوي لمراكز البحث العلمي والتكنولوجي للاجتهاد والوصول إلى نتيجة في تطوير الجينات الوراثية وتوفير البيئة الملائمة. فالدول الغربية اكتشفت أخيرا أن استهلاك التوت البري والتوت والريحان يؤدي إلى نقص أو انعدام أمراض السرطان المختلفة، ويقلل من أمراض الكلى التي تعاني منها نسبة كبيرة في بلادنا. فكيف لا نعطي اهتمام كبير لهذه المنتوجات التي تزخر بها بلادنا؟ سيدي الرئيس، إن جاليتنا في الخارج تزخر بعدد كبير من علمائها الذين يسيرون مخابر عالمية جد مهمة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وأذكر واحد منهم من مدينة المغير ولاية الواد المتواجد في سيليكون فالي سان هوزي سان فرانسيسكو. هذا العالم يملك لوحده أكثر من 150 اختراع، ويوجد على رأس الشركة في التكنولوجيا للهاتف النقال. وهذه الفئة الكبيرة من العلماء مستعدين للعمل جنبا بجنب مع مخابر البحث العلمي في الجزائر، وذلك بإعطائهم الفرصة في تسيير وتطوير مراكز الأبحاث، وإعطائهم حرية التنقل بين مراكز الأبحاث في الجزائر ومراكز الأبحاث في الدول الغربية، لأن العلم في تطور مستمر. وتشجيع علمائنا وتحفيزهم وإرسالهم على الدوام للمشاركة في المحاضرات العالمية في الخارج.